أنا كابتن كارول ربضي، بطير على الإيرباص 320، صلي بالملكية الأردنية حوالي 18 سنة. اسمي هدير خمش، كابتن على الإيرباص 320 اللي من الملكية، بشتغل مع الملكية من 2008. أنا كابتن ديما الصابر، إلي 10 سنين بشتغل مع الملكية الأردنية. بلشت أوفيسر على الإمبراير، كملت كمان أوفيسر على الإيرباص 320، وهلأ رجعت كابتن على الإمبراير. كان عمري 14 سنة وقعدت بقمرة القيادة مرة، ومن وقتها قررت إنه هذا هو المجال اللي أنا بدي أفوت فيه، مهتمة فيه. الملكية الأردنية فيها كان كابتن كبات النساء من الثمانينات، فبالنسبة لهم هذا إشي عادي. كان الملكية هي اللي خلتني أصير طيار، هي اللي أعطتني منحة، هي اللي درستني، هي اللي بلشت معها من الصفر. لما درست طيران ما حبيت إشي بحياتي أكتر من الطيران، ولقيت حالي فيه. أكيد أمي أول ما بضبط التليفون بكون فيه يمكن 5 مس كولز، فلازم أحكي معها. حسب الرحلة وين وحسب شو صار بالرحلة، بس يعني إذا بدي أفكر بشخص معين فهو أمي، دائما بتصل معها أول حدا. بحمل كياس شاي وقهوة، بحمل دواء لأنه أسوأ إشي الواحد يمرض على الطيارة، بحمل فشاية أسنان. الإشي اللي كتير مهم عندي اللي هو الكريمز للإيدين وللوجه، لأنه الطيران بيعمل جفاف. لازم الواحدة تكون واثقة أكثر من حالها كامرأة.